في مشهد مؤثر جدا. علقت هذه السلحفاة المسكينة عندما كانت صغيرة الحجم في حلقة فم عبوة بلاستيكية، وقد كان لهذه القطعة الصغيرة هذا التأثير الكبير على جسمها وحياتها. التقى هذا الرجل وزوجته لأول مرة بهذه السلحفاة المميزة التي كانت تعيش في الباحة الخلفية لحديقة الحيوان في لويزيانا الأمريكية. قبل 20 سنة من تلك اللحظة، عندما كانت هذه السلحفاة صغيرة الحجم، مرت عبر حلقة عبوة الحليب البلاستيكية هذا التي علقت في وسط قوقعتها. ولأن البلاستيك مصمم لأن يدوم للأبد، أجبر جسمها على النمو حول هذه الحلقة، وهو ما نجم عنه شكلها الغريب هذا.